كان اللي محل في الشجاعية وراح وتدمر. فلما لم تغراض من رفح وهنا بنشتغل ونجيب مصروف للدار وحياتنا ماشية. والله أول إشي كنت أنا لحالي في المخيم ولقيتها فكتر نازحين وكلهم معلقين يعني في المنطقة وشغل قل. 7 أنفار في الخيمة وبصرف عليهم وفيش إلا أنا يعني معايا الصنعة هذه وهي الماشية في وأخوتي خياطين وهذا ومش ماشي يعني لا في شغلة. إيش اللي أنا بصرف عليهم؟